أستاذ رضا هلال كاتب الصحفي بالأخبار. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بيك وبمشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. يعني أستاذ رضا، نعلم تماما أن قرارات محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ليست مثل القرارات التي تأتي تحت الفصل السابع في مجلس الأمن وما إلى ذلك، لكنها تضع دولة أمام مسؤولياتها وتوضح حقيقتها أمام العالم، بعكس تزييف الآلة الإعلامية الإسرائيلية والأمريكية. تعليق حضرتك على هذه الدعوة اللي داخل فيها دلوقتي جنوب أفريقيا ومصر وليبيا؟ بداية خلينا نقر أن مما يؤسف له أن جنوب أفريقيا هي التي قدمت هذه الدعوة طبعاً منذ فترة. طبعاً كان حري بالدول العربية جميعاً أن تجتمع على تقديم هذه المذكرة واتخاذ إجراءات حاسمة مع إسرائيل، لكن للأسف الشديد إحنا وجدنا العكس. موقف ليبيا وخلال كلماتها في قمة البحرين كانت واضحة، وحينما أرادت إسرائيل أن تتسلل إلى ليبيا من خلال وزيرة الخارجية الليبية منذ شهور قليلة كان موقف المجلس الرئاسي حاسما، وأقال وزيرة الخارجية وقتها ليوصل رسالة إلى إسرائيل أنها لن تصل إلى ليبيا أيضا. كانت مصر أول دولة عربية وأقوى دولة عربية تعلن تضامنها مع الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، لكن ماذا ستفعل محكمة العدل الدولية؟ ماذا ستفعل منظمة الأمم المتحدة برمتها لإسرائيل؟ هل استطاعت الأمم المتحدة بكل هيبتها ومقامها وما فيها وأعضائها أن تفعل شيئا لإسرائيل عندما قام مندوبها بتقطيع ميثاق الأمم المتحدة بآلة على منصة الأمم المتحدة؟ هل فعلت لإسرائيل شيء؟ إسرائيل اعتادت على أن تكون فوق كل القوانين الدولية، إسرائيل اعتادت أن تتحدى العالم بتنفيذ كل ما تريد، والعالم يدين ويسكب ويستنكر. نحن كعرب كرهنا هذه الكلمات وأصبحت كلمات لا قيمة لها، ولا نستطيع أن نهتم بها أو نصبيها أو نعرها أي اهتمام. طب عايز أسأل حضرتك يا أستاذ رضا، عايز أسألك، هل من دول أخرى يمكن أن تنضم؟ لكن الحقيقة جه في بالي علامة استفهام أكبر، كيف لم تنضم كل الدول المجتمعة في البحرين اليوم لهذه الدعوة؟ أنا لا أريد أن أضعكم في موقف حرج كقناة، ولكن أستطيع أن أقول حتى أبرئ ذمتي وأبرئ ذمتك أيضا، لأنني أعرف أنك إعلامي نزيه، والقناة لديها رغبة أن تقف مع قضية الحق والعدل. الدول العربية أو كثير من الدول العربية تقف مع إسرائيل في إبادتها لهذا. أنا أقول هذا الكلام بواضح العبارة ولا أبالي. الدول العربية تقف مع إسرائيل في إبادتها لغزة، وليست مع وجود مقاومة للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية. يا إخواني أو يا أمة عربية، ألا نتفق جميعا على أن إسرائيل دولة أو جماعة تحتل الأراضي الفلسطينية أم لا؟ إذا كنا نقول أن إسرائيل أو الصهاينة جماعة تحتل أراضي فلسطين، فيجب على الدول العربية جميعا أن تتضامن مع المقاومة وتدعمها بكل ما أوتيت من قوة. أما غير ذلك فهو ممالأة وموافقة على ما يجري. شكرا جزيلا. الدول العربية كان يجب هذه القمة، طالما تطرقنا إلى القمة، هذه القمة انعقدت متأخرة عن ميعادها 7 أشهر. كان يجب على هؤلاء القادة لو كانوا مخلصين لهذه القضية أن يجتمعوا يوم 8 أو 9 أو 10 أكتوبر 23. هذه القمة بعثت برسالة اطمئنان إلى الصهاينة وإلى إسرائيل،
وليست رسالة قلق أو توتر أو خوف أو تهديد أو إلى آخره. أنا بشكرك أستاذ رضا على موقف حضرتك الصريح الواضح، وده حقك وده رأيك، وعلى من يعني له رأي آخر أن يتفضل بإبدائه، نحن نحترم الآراء جميعا.